العنود شغلت السرينة. اعلن حالة الطوارئ بسرعة. جايلنا ضيوف اليوم ولا ايش؟ لا ابدا، اليوم حنتخلص من الاشياء اللي ما هي لازمتنا. شوفوا كده، اغراض كتير زحمة الدنيا على الفاضي، طالعوا لها وتأكدوا اننا ما نستخدمها من فترة، وهذا اخر كلام عندي. قدامكم 5 دقائق ما حيزيدوا ثانية، فاهمين؟ وإلا أنا اللي حاخد قراري النهائي وحتخلص منهم كله بسرعة، لأن الوقت بيعدي وأنا ما راح أتراجع عن قراري. لا ترمي الأشياء دي لأني حستخدمها في يوم من الأيام. هاي إيش هذا؟ هذا زر ومرة بيلمع. ابعديه بسرعة، زغلل عيوني. ها؟ هذا الجاكيت حقي اللي كنت لابسه زمان في مسابقة الهيب هوب. مسابقة الهيب هوب؟ طبعاً يا ابني، أنا كنت في التسعينات نجم الجيل. لبسته مرة واحدة لما اشتركت في المسابقة هذه ما غيرها. أنا راح أوريك دحين شوية حركات مدهشة، استنى ألبس الجاكيت. مو على مقاسك دحين يا ضرغام. شفتوا مضبوط كيف؟ زر، الحق بسرعة علي. الزر، هاي رستم، امسك الزر، امسك الزر. طب وهتديني كم بسكوتة؟ امسكه اول. مش هقبل بأقل من بسكوتين. اعطيك اللي تبغاه بس جيب الزر اول. تعال هنا. هاي ايه الاخبار؟ انتوا مستعجلين كده، رايحين على فين؟ اجري معانا يا فلافينو، اللي هيمسك الزرار ده هياخد بسكوت من النوع المظبوط. ايه بتتكلم جد؟ لازم اتصرف بالذكاء المره دي. انزل من على المشاية يا نجمي، انا بحتاجها في مهمه مستعجله. اوعى كده. ايه بتعمل في شنو انت؟ انا عايز امسك الزرار. دي مشايات رياضه، يعني ما هتوديك اي حته. لو وثقت فيها وفي خيالك هتوديك اي مكان. يا السرعه انقص وانطلق كده. انطلق. هذا رايح جهة المصرف المائي بسرعة. أنا هجيبهولك ما تقلقش خالص. بابا فلافينو إيش بيسوي؟ سيبه يسوي اللي يبغاه، المهم الزر. يا سرعة في المشاية القصوى، قربت أوصل. الزر يا فلافينو. لا يا مش قادر أوقفها. إيه اللي بيحصل لي؟ يا رب هذا خلاص باا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 ا
زر الحظ حقي خلاص ضاع يا رستم. أنا قدرت أفتح البوابة. كويس، برافو، ننزل ونجيب الزر. طيب وفين عم فلافيلو؟ أنا جاي. سأنتظرك عند البيت لتمنحني البسكوت. بابا، إحنا جوات مواسير الصرف الصحي. لعلمكم أنا بخاف من مواسير الصرف الصحي. والسبب؟ سمعت إن فيها وحوش متحولة وكائنات فضائية. ها؟ من جد؟ ها؟ شوفوا معايا كده، هذه مواسير صرف نازلة من حمام الجيران. طب يحصل لي لو عملت كده؟ ولا أي حاجة. بيت البرغوت؟ مكتوب على اللافتة بيت البرغوت. إيش يعني بيت البرغوت؟ ده أكيد مكان خيالي بيعيش فيه البرغوت ومراته. دي مجرد أراء. إجرك إجرك، لك حرك إجرك شوي. أوف، ما لقيتي غير يوم إجازتي هاد لتنطفي فيه؟ جهز حالك لأنك رح تنزل، رح تروح على السوق. إيه بس أنا مالي خلق أنزل على السوق. يا ابني، بيت البرغوت هذا سوق لبيع الأشياء القديمة والمستعملة. اوه، بضاعة قديمة وشكلها مستعملة فعلا. لو تسمح لي يطلع بكام ده؟ ترى انا مو للبيع، هالدنيا كلها. انا اسف يا جدو، طب حطه يافطة انه مش للبيع عشان ما تلخبطش. يا فلافيلو، ممكن لا تسوي مشاكل اليوم. اه ايش ده الزر؟ انا شايفه هناك، هذا الزر حقي. شو تسوي يا قلب الاسد؟ اسد؟ ايوه انا فعلا اسد، وهذا زر الاسد. شلون وهو مو للبيع؟ روح من هنا احسن بدل ما اتصل بالشرطه. بكام ده؟ طب وعشاني؟ طب قولي لي اخر كلام. والخصم بتاعي لازم تربي زبون، لازم نتفق. قلتي كام؟ حد يتدخل في الصفقه دي وينقذني. هذا الزر حقي انا، بس طاح مننا اليوم بالغلط في الصرف الصحي، وانا اخذته بعد ما وقع منك، يعني صار مالي. خلاص، لو انت ناويه تبيعيه انا ناوي اشتريه. بكم سعره؟ احنا جايين لك من بعيد ودي اول مره، راعينا بقى في السعر. صح يا فلافيلو، هذا زر اثري قديم من التسعينات ونادر، ولو تريدون راح ابيعه لكم ب10,000 دنقل. كم؟ مو معقول ابدا. ها، لو هذا السعر غالي وايد عليك راح اقول لك على طريقه ثانيه للدفع. طريقه ايش؟ بكل بساطه، في احد ساكن ويانا هني بالمنطقه ومديون الي وايد،
لو تقدر تجيب لي منه بيزاتي وانا بالمقابل راح اعطيك الزر مالك. ايه رايكم في البرنيطة الجديدة بتاعتي؟ لو تسمحي في مرايه هنا؟ هدني على مبطاقية. طيب واحنا هنعرف كيف انه هو المقصود؟ قالت هنعرفه اول ما نشوفه. ها؟ شوفوا اللافتة هادي؟ مدرسة الرقص للرجل الذي لا يدفع ديونه، اكيد هذا هو. هاي ما في احد موجود هنا؟ الرجل الذي لا يدفع ديونه، انت هنا؟ اوه كرة بتلمع، تعال نلعب، انا هشوت الكرة وانت تصد. اوخ نوعها ايه الكرة دي؟ تراماً بالخارج بتاع البيتزا الدليفري، تعال استلمها. رجل البيتزا، انا لم اطلب بيتزا. انت ايش بتقول يا فلافيلو؟ يا أستاذ، البياعة في السوق هي اللي أرسلتنا لحضرتك. أنا أعتقد إن لها فلوس عندك. للأسف لم تنسى الموضوع، اعتقدت أنها نسيت الحكاية. لماذا أرسلتكم؟ هي معاها زر الحظ حق الجاكيت اللي كنت لابسه في مسابقة الهيب هوب زمان، وقالت هترجع لي هو لو قدرت أجيب منك كل فلوسها. مسابقة هيب هوب؟ أنت عندك مدرسة لتعليم الرقص؟ أكيد تحبه جدا. لا تذكر الرقص مجددا، لا أريد سماع هذه الأحرف الثلاثة. بس هدول 5 حروف. امحوا الألف واللام يا ذكي فستصبح 3. رقص رقص، امنعوا الكلام عنه. طيب متى هترجع لها الفلوس؟ لن أعيدها، ليس معي نقود، مدرسة الرقص انتهت وأفلست. وإيش السبب؟ ليش بطلت تدرب الرقص؟ حسناً دعني أخبرك واسمعني جيداً. كانت البداية سنة 1996. لسه ما كنت انولدت؟ يا خسارة. كنت من أفضل الراقصين في هذه الفترة، لم يكن أحد في مهارتي، كنت أفوز في أي مسابقة رقص أشترك فيها. لكن في يوم من الأيام ظهرت بنت للأسف لا أتذكر اسمها، لم يكن يفوقني أحد غيرها. على أي حال أصبحت بعدها الأفضل في مجالها على الأرض. ليش التواضع؟ كل في المريخ وكمان زحل وعطارد. دعني أكمل، الآتي أهم. كنت مشهورا وظننت أن لا أحد يستطيع مجاراتي ولا في مهارتي ولا يمكنه التفوق علي. قررت فتح مدرسة الرقص هذه وحاولت تدريب الناس ليصلوا لنفس مهارتي، لكني لم أستطع. كنت أعيش وحدي على القمة، وفي يوم فجأة فقدت شغفي واهتمامي بالرقص وانتهى الموضوع بداخلي للأبد. هو خلاص كلام؟ أنا نمت منه أحلام كثيرة. ماذا تعني؟ أنا ما زلت أحدثك عن نفسي وأشرح لك موهبتي. خلاص بسيطة حليتها، لو قدرت أجيب منافس قوي يتحداك في الرقص حتقدر تدفع اللي عليك. لن تستطيع إيجاد منافس يتحداني. أنت بتحلم. يلا يا لي معانا يا فلافيلو. حكايته بصراحة مملة جدا. حكايتي ليست مملة. لحظة، هل هي مملة بالفعل؟ هل ناديت؟ شايفين؟ بشريط فيديو حنقدر نغلب حق الرقص هذا، وكمان هنعرفه مقامه. أكيد حيطلع طلقات ليزر تدمره. لا لا، إحنا هنغلبه في نوع موسيقى هو ما يعرفه أبداً. موسيقى شاورما. الشاورما مو نوع موسيقى. مش أنت قلت قبل كده أن الموسيقى دي غذاء الروح؟ يلا هنغلبه في الدبكة. إيش؟ هنرقص دبكة؟ إيوة، الدبكة هذه محتاجة ليونة ورشاقة، مو رقصة سهلة أبداً، علشان كده هو أكيد ما يعرفها. كتير بشكركم عم تابعتكم إلنا بالفيديو التدريبي، وهلا الدرس الأول لنتعلم كيف نرقص دبكة صح. خليكم معنا رح نبدأ. يلا يلا جربوا. يلا أيوة يلا يلا هبل 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 هبل. يلا الرقصة سهلة جدا. أخبروني من أحضرتم لمنافستي. إحنا جبنا نفسنا، إحنا أكيد حنهزمك لأنك ما تعرف الدبكة، فأكيد هنقدر نهزمك. الدبكة؟ ما هذا؟ حسناً هيا اسمعوا هذا. إيش؟ أنا ماني مصدق عيوني، واخد درع مسابقة الدبكة الدولية؟ بابا إحنا حننافس بطل المسابقة الأول. أنا بطل من الطراز الأول. لم يستطع أحد هزيمتي من قبل. لو الحكاية كده ودع الزرار اللي وجع في دماغنا بيها درغاو. ها؟ إيش اللي بيصير؟ ها؟ العنود؟ ماما؟ أنت إيش اللي جابك هنا؟ لحظة هنا، هذا الصوت ليس غريباً علي مطلقاً. أنا مرة قلقت عليكم، فين رحتوا وسبتوني الوقت هذا كله؟ غير معقول،
أنت هي وهي أنت. نعم قابلتك في مسابقة الرقص. ها؟ مسابقة الرقص؟ أنا ماني مصدقة. درغام، هي إيه الحكاية بالضبط؟ أنا مش فاهم حاجة. العنود؟ معقول جد؟ اشتركتي في مسابقة الرقص؟ أفضل مشتركة في المسابقة. لم يبهرني منافس في أي مسابقة رقص مثلها من سنين. العنود، يا العنود، لو تسمحي أتوسل إليك نافسيني في الرقص مرة ثانية، أرجوك. ماني عارفة إيش أقول لك. ها، مستواي يتغير بعد كل هذا الوقت. لو استطعت التغلب علي سأرد ديني كاملا. العنود، أرجوك علشان خاطري أنا. كده ممكن آخر مرة حتنافس فيها، وخر كده شوية، حرجع أمجاد الشباب، اعتبروه مباراة اعتزالي. لقد أحسنتي، أخيراً وجدت المنافس القوي لمواجهتي. شغلوا الموسيقى، هيا. قدرت أجيب زر الحظ حقي، أنا مرة سعيد. إلين دحين أنا ماني قادر أصدق كيف قدرت تتغلبي عليه. أنت طلعت شاطرة مرة يا ماما. مدهشة. عندك حق، ماما مرة رهيبة. أنا لي طريقتي الخاصة يا ولد.